والله يعني كنا قبل الهوى نتكلم على موضوع الناموس. والناموس حقيقة يعني عمل حظى باهتمام كبير من المنتج أخوي عبد الله بوشيري أبو فهد، مسي عليه بالخير، والمخرج المتميز جاسم مهنا، مسي عليه جونيور، ومصور مدير تصوير من طبعا كوستاريكا كريستيان هيريرا. فتوافقت الأفكار كلها والرؤى كلها طبعا لتقديم عمل بهذه الطريقة وبهذا الشكل اللي انتم شفتوه. إضافة على ذلك البطولة الكبيرة للإخوان والأخوات الممثلين والممثلات في هذا العمل، يعني كان هناك في صحيح يعني تنافس في الأداء التمثيلي، كان هناك في صراع حقيقي بين شخوص العمل، كان في هناك أيضا ود بين الممثلين بعضهم، كيف ان الواحد يصلح للثاني انه ما يبي يسقط في هذا المشهد، بالعكس عيد وانا اعيد وانت تعيد لين نوصل الى كمال في المشهد والكمال لله طبعا سبحانه. فيصل، يعني انت دائما تستويك الادوار اللي تترك اثر اكثر من الكم، لكن شو اللي خلاك عند هذه الشخصيه توقف تقول انا بقدمها؟ والله شوف، انا يعني قريت سيناريو الكاتب محمد انور مسي عليه بالخير، ان شخصيه ناصر ذو طابع عصبي كذا 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 كذا، شنب كبير، كان استوقفني الشنب شنب صراحة والله العظيم استوقفني الشنب، كان ادق على ابو فهد قلت له انا موافق على الدور، حلو الدور ابي. زين، لان شنو قصدي؟ قصدي ان انا احب اعمل، خلينا نقول يعني اذا قلنا الميك اب مال الرجل هو الشنب واللحيه وكذا وكذا كذا يتجمل فيها. صحيح، فأنا يعني كاركتر من قبل وكويتي زين ومحقق، فقلت أكيد يعني هذا الشنب بعد يعطيه الباور. طبعا وبعدين فترة سبعينات يعني هذا ستايل كان. ففعلا لما عملت اللوك على طول ورحت للمنتج والمخرج شافوني قالوا صح ناصر، كان هذا المحقق. قلت بس بس كان يعني هذا